كذا وكذا مستعين بالله عز وجل. أكثر الأحيان يحترمون أهلهم، فليش تتعب حالك؟ على طول اسألهم. الآن المعرضي، الآن قانون الدولة هنا الاتحادي يلزم صاحب العمل أن يتنبه إلى دين الموظف. زمان ما كانت القوانين، الآن موجودة هذه استخدموها. فما واحد ما يكون ضعيف قدام هذول الناس، أنا عايز أصلي دقيقتين ثلاثة كذا، ما بيعجبوش يشتكوا، أو خذ مكان تصلي فيه في مكان العمل. الأخوة في جامعات، في كليات ما كان فيها مصليات وكذا، صار يعطوهم غرف كاملة إلى آخره. واحد يستعين بالله عز وجل، لأن الصلاة يعني أهم من العالم كله، هذا كل العالم هذا صلاة أهم منه. One should recite. One should try the best to pray where they work, and to tell the the chief or whoever it is, the executive or is the supervisor, that I need to take this time for salah. Federal law now requires the employers to take care of the religious needs of their employees. Or like the sheikh said, take it from your lunch. Make it like a day that you're fasting, Just do the salah, regardless of it. So if usually most of the time, the people actually respect that, and they allow you to make the salah. Everywhere I go, people ask me, or myself, I don't hesitate. I say, I'm going to pray, and you find most people are accommodated. So inshallah ta'ala, you try your best. بس خمس دقائق ولا عايزين نتوقف؟ ماشي حالكم؟ يكفي؟ نقف؟ ليش مو متغدي اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على الصبر.